بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خياتي، مرحبا بكم. بعد الغيبة راني وليت وجبت لكم معايا قهوة، بلوتو حلوة. القهوة العصر خفيفة ما فيهاش مقادير بزاف وتوجد في وقفة. يلا هنروحوا نشوفوا المقادير. استعملنا نفس الكاس، عندي كاس زيت، كاس سكر، كاس مايزينا، وهذا الفنجان درت فيه زوج مغارف تاع كاكاو وزوج مغارف تاع جاتو ريحتو، نسحق باكي لا لوفور وثلاث حبات بيض. وهنا في اللي انا حنخدم فيه راني درت مغرفه تاع معجون تاع المشماش. نبدا نخبط بيان سور البيض مع السكر، نخبطو بيان حتى يتغير اللون ديالو، من بعد نزيد المقادير الاخرى. ما باش ولا كنت تلاحظوا انا لا فيديو هذه مانيش نديرها من داري، راني فاكونس في بجايه صافي. من تما اللي راني نحضر لكم هذا، رايحه نحضر لكم ان شاء الله بعض الوصفات من تم. هربنا من الحجر هذاك اللي في الدار، كرهنا خلاص ما قدرناش نزيدو، صافي قلنا نخرجوا شويه على الاقل نبدلو. ربي يفرج ان شاء الله وربي يرفد هذا الوباء ويشفي جميع المرضى ان شاء الله ويرحم الموتانا. هاوليك هنايا بعد ما كيبيات لي زدت هذيك الزيت، زدتها دفعه واحده، عباك نخدموه مليح. الزيت هنا لازم مليح يدخل في لاباري هادي باش من بعد ما يطلق العجينه تاعنا ما توليش تطلق الزيت. على خذوا وقتكم وانتم تخلطوا. دوق هنا نبدا نزيد في النواشف، نزيد الكاكاو مع هذاك الكاطو. بو هنايا كان عندي كاطو، بعت نشري للكوفريت بصح ما صبتش، مي ومن بعدك باش جابوه لي دونك درت الكاطو ومن بعدك زدت كملت شبعك. كان عندي كوفريت كنت ندير كوفريت صوغيتي وميو، بصح معليش انا درت الكاطو. هاوليك هنا نخلط دوك هذوك النواشف، نخلط شويه بالفوي ومن بعد باش ندير الباتور هكداك باش ما يطيرليش. حلوه هذه خفيفه وتاني زاكيه، تخرج كونتيتي كبيره. هنا دوك نبدا ندير في لافارين بيان سور، درت تاني هذاك الباكيت على لوفر. نبدا ندير بيدي، نخدم بيدي حتى نتحصل على عجينه ما لازمش تكون يابسه. هكذا خلوها شويه كولونت شويه طريه، ماشي نقول لكم تتلاصق تتلاصق، مي شويه برك طريه زياده وخلوها ترتاح باسكو حنريحها شويه، نريحوها يا ربي 10 دقائق حتى ربع ساعه. من بعد نبداو نفاصونيو، دونك هنا ما تدخلوهاش حتى تيبس مليح مليح. بيان سور هنايا كيما عودتكم دائما نلمو غير بالاصابع، ما راناش نعجنو، رانا جوست نلمو هذاك الخليط هذاك بالفارينه. هايليك شوفوا العجينه تحصلت عليها، على بالكم زيدوا ديروا في بالكم بلي الكاكاو ينشف العجينه، دونك على هذيك احنا نخلوها شويه طريه شويه برك زياده في الطراوه تاعها. هاوليك هنا نغطيها، قلت لكم ريحتها 11 دقائق ممكن حتى ربع ساعه. وجدت المول ديالي بلوتو سنيوه ديالي، درت لها بابي كويسون ونبدا نكور. ها كور واعطي العور، كورتهم ما في اسهل، كورتهم وحطيتهم عبستهم جوست شويه برك، دخلتهم للفوق. دوق نوري لكم كيفاش خرجت ديجا هكذاك بلا ما ديري لها والو، خرجت شابه شقت كامل.
يعني كنا قادرين تاني نديروها هكذايا، نجوزوها في سكر كلاص ونحطوها طيب تاني هكذا، كانت تخرج شابه. هاوليك راني ندير فيهم وخرجت لي قلت لكم فايته 40 حبه هكذا. صافي نص دات لي سنيوه و ونص الاخر زدت حتى طابو هادو، زدت الاخرين. شوفوا كيفاش خرجوا مشقين كامل، شتو وجاو طريين ما تقولوا بالزيت. على بالكم هنا راهي واحد الشتيوة، خير ربي اللهم صيبا نافعا. هنا بعد ما طابوا لي كيبردوا شويه درت لهم، بون ماشي بردوا كامل، كانوا دافيين برك، درتهم في هذا المعجون هذا كنت خففته مع شويه تاع الماء هكذاك، زوج مغارف تاع الماء حسب لا كونتيتي تاع المعجون اللي عندكم. نجوزهم في المعجون فجوزتهم في الكاطو، قلت لكم ما بيد لحقني الكفريط. هاوليك دار فريمو، شوفوا خياتي اللي دقهم عجبوهم، عجبو هذا الكاطو، تحسن لك تمتم انتي درتيهم بالعجز. لطول اللي كملت هادو كانت طابت سنيوة التانية، زدت كملتها جاو فريمون خفاف. دوق تشوفو كي نوريهم لكم كيفاش جاو يدوبو يتفتتو وحدهم. هاي لك شوفو ميم طو هداك الكاكاو يعني بوكو بلوس، ماشي على لا كولوغ، درت دار اون بيل كولوغ اون بلوس، ميم فلوغو ما داك المعجون التاني يمدو ان بون كو. هاوليك شهيتكم خياتي في الجنة، ما تعجزوش نوضو ديروهم خفاف ضرافي وقفة يوجدو، وانتو ما صبتو باش تشربو قهوة باش تسلكو. هاوليك شتو كيفاش قلتكم جات فريمون فتتة. يلا خياتي ما تنسوش الاعجاب والمشاركة. يلا السلام عليكم.